فبهداه مقتدي. قناة صدقة جارية. رمضان سلسلة رمضانية تربوية روحانية تحيي في قلوبنا محبة الصادقين. أعلام الإسلام. حديثنا اليوم عن إمام من الأئمة الأربعة المشهود لهم بالعلم، ألا وهو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوط التيمي، مولى بني تيم الله بن ثعلبة، فقيه الملة، عالم العراق. ولد سنة 80 في حياة صغار الصحابة. قال عمر بن حماد بن أبي حنيفة: أما زوط فإنه من أهل كابولا وهي عاصمة أفغانستان. ولد ثابت على الإسلام، وكان زوط مملوكا لبني تيم الله بن ثعلبة، فأعتق فولاؤه لهم ثم لبني قفل. قال: وكان أبو حنيفة خزازا، ودكانه معروف في دار عمرو بن حريث. صفته: قال النضر بن محمد: كان أبو حنيفة جميل الوجه، سري الثوب، عطر الريح. وعن أبي يوسف قال: كان أبو حنيفة ربعة من أحسن الناس صورة، وأبلغهم نطقا، وأعذبهم نغمة، وأبينهم عما في نفسه. وعن حماد بن أبي حنيفة قال: كان أبي جميلا تعلوه صمرة، حسن الهيئة، كثير التعطر، هيوبا، لا يتكلم إلا جوابا، ولا يخوض رحمه الله فيما لا يعنيه. وعن ابن المبارك قال: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة. نشأته: أدرك صغار الصحابة ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة، ولم يثبت له حرف عن أحد منهم. روى عن عطاء بن أبي رباح وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال. وعن الشعبي وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعمر بن دينار وأبي سفيان، طلحة بن نافع ونافع مولى بن عمر وقتادة والزهري وغيرهم. وتفقه بحماد بن أبي سليمان، وكان عالما بالرأي وغوامضه وإليه المنتهى في ذلك. والمقصود بالرأي القياس. تلاميذه: حدث عنه أناس كثيرون، منهم زفر بن الهذيل التيمي الفقيه، وزيد بن الحباب، وسابق الرقي، وسعد بن الصلت القاضي، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وأبو يحيى عبد الحميد الحماني، وعبد الرزاق الصنعاني، وخلق كثير. ثناء العلماء عليه. قال يحيى بن معين: كان أبو حنيفة ثقة، لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ. وقال عبد الله بن المبارك: لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس. وعن شريك قال: كان أبو حنيفة طويل الصمت، كثير العقل. وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته. وروى ابن إسحاق السمرقندي عن القاضي أبي يوسف قال: كان أبو حنيفة يختم القرآن كل ليلة في ركعة. وحدث يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبيه أنه صحب أبا حنيفة 6 أشهر، قال: فما رأيته صلى الغداة إلا بوضوء عشاء الآخرة، وكان يختم كل ليلة عند السحر. وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا ينبغي للرجل أن يحدث إلا بما يحفظه من وقت ما سمعه. وعن أبي معاوية الضرير قال: حب أبي حنيفة من السنة. وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وفاته: توفي شهيدا مسقيا، أي مسموما، في 50 و100، وله 70 سنة، وعليه قبة عظيمة ومشهد فاخر ببغداد، رضي الله عنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضلا وليس أمرا، اشترك في القناة، فعل الجرس، وشارك لمزيد من الأجر والثواب. قناة صدقة جارية. رمضان كريم.
تقبل الله صيامكم وقيامكم بمزيد من الأجر والثواب.